جات المشاركة بالصدفة. دخلت البرومي كاستينغ خديت اون كاتيغوري A وبرومي كاستينغ دوز ديريكتومون لو فينال والحمد لله توفقت انني ندوز للفينال ان شاء الله نكون انا ميس جولد ماروك هذا العام. كانوا بزاف ديال التشجيعات واول حاجة كان تشجيع من الاب ديالي والام ديالي وهذه هي اهم حاجة بالنسبة لي هما انهم ملي كيكونوا لي بارون ديالك عجبهم داكشي اللي كديري كتقول اي دونت كير صافي. وبالنسبة للأصدقاء ديالي شجعوني بزاف بزاف لا فامي صغيرة ولا فامي كبيرة كلهم شجعوني. ديجا خديت بكالوريا اس في تي وجي شونجي درت ليكونومي ابخي الباك ودابا اون دوزيام اني في لا فاكولتي ديكونومي وان شاء الله بغيت نكمل لي زيتود ديالي ناخذ لا ليسونس ابخي نكمل في الحاجة اللي كتعجبني انايا هادشي اللي كاين. إنسانة مثقفة، إنسانة كتطلع الكتب، إنسانة اللي كتكون متوازنة، عندها بزاف ديال الحوايج اللي عندها قيم، عندها مبادئ ديالها، عندها بزاف ديال الحوايج اللي كتوفر عليهم أي مرأة. بالنسبة لي أنا من بين قلت لك أو شاني حلم من بين أحلام ديالي أنني نكون في شي جمعية. وبالنسبة للجمعيات كيخليوك انك كتعرفي على ناس جداد كتاخدي تجربه جديده كتاخدي بزاف ديال الحوايج كتاخديهم كينفعوك وميم طون كتنفعي الناس كتعاوني الناس بالحوايج البوزيتيف اللي عندك و سي شو. انا من المتتبعين ديال فاتي جمالي كتعجبني ديك السيده بزاف وكنوجه لها تحيه من هذا المنبر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارتاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.